الشرط الرابع من شروط الصلاة النية. سلورم شرط دمون ذا شرطون هغنية ده. النية محلها القلب. دنيت محل أو زيت ده غزر ده. التلفظ بها بدعة ضلالة مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نيت بجبا باندويل تلفظ بكول ده بدعة ده قمراهي ده وده رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة ده. لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية. رسول الله صلى الله عليه وسلم نيت بجبا باندينا ده كده. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء فكبر، لم يقل له قل اللهم من نويته. هذا كسر عقية منذ غلط كده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورطوه يتكلم ده أو دس وكون وبيا تكبير وكمان زت ودرجة ده ورطوه نقول كده أو دس نروسته تنيت بجواب عندي هو يا أو بيا ودرجة تكبيره. نعم. بعض الناس يتوضأ في بيته وأتي يكبر الله أكبر يصلي، لا يلزم أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام، توضأ ونوى فرض هذه الصلاة فالصلاة صحيحة. زني خلق كوركي او دسكي او رازي بمون ما ندريكي تكبير كي دا ضروري ندا چه نيات دخا مخاد تكبير تحني مسر اول شي بلكي چه كلا دا او دس وكا و نيات دي وكا دا غدر لكافي دي. الشرط الخامس رفع الحدث، لابد ان يصلي على وضوء او على اغتسال. بنزم الشرط غدا دا چه بي او دسي اغاب ختمي لازمي خبر دا چه يا پا او دس بان دي منزوكي او يا غسلكي. نعم، لو خرج منه ريح او مثلا بال ولم يتوضا وصلى الصلاه باطله. كچرت داغینا هوا اوتا او یای او دس مات شون او داغ وانزت او دری دی منز باطل دی. صلى بعد ان خرج منه ريح بعد ان خرج منه مني ولم يغتسل فالصلاه باطله. منز وک ورست یدینا چ منی اوت الغسل نو کړه منز باطل دی. نعم، الشرط السادس من شروط الصلاه. شپغم شرط د منز شرطونه نه. ازاله النجاسه، لابد ان يزيل النجاسه عن ثلاثه اشياء. ده نجاست ختم ولي ضروري خبر لا چه نجاست دري شيء ختم كي عن البدن ده بدننا والثوب ده كفرينا والمكان اللي يصلي فيه او كم زيك چه منز كي ده غينا. فلو صلى واكتشف بعض الصلاه ان على ثوب نجاسه وكان لا يدري عنها فالصلاه صحيحه ولا اعاده عليه. كچرت منز او كو ده غينا رستو ورت پتا اول كي ده چه كپلو باندې نجاستو نو ده غينا رستو بیا ده غي من صحيح ده اسم بنشتري. لكن اذا علم بوجود النجاسه وقدر على ازالتها وصلى بها فالصلاة باطلة والله أعلم. وكشرت أغا بديبان دي قادر وجدان نجاست لريك وعالم بديبان دي وبايم منزك ندا منز باطل دي.